هذا الشاب كان شاب عادي جدا، لا يصلي ربما، بل كان لا يصلي ولا، إنما وقع في ذنب لأول مرة استعظمه جدا. فلقيته والله طول ال28 سنة دي لا أنسى هذا المنظر. شفت عينين عاملة زي ثمرتي الطماطم، زي القوطة الحمراء من البكاء، ولا لا يرقأ له دمع، مش راضي، وبيتزلزل وقاعد يقول اعمل ايه؟ طب اروح السعودية علشان يقيموا عليا الحد؟ طيب يعني احمل ايه؟ وتقول له ما تقول له، يقول لك لا مش كفاية مش معقول، وبعدين تقول له يرجع تاني معقول كذا، وتحس انه هو خلاص. هذا الشخص في هذا الوقت هو لا يعلم انه اثر في الشيخ اللي هو سأله 28 سنة.